ومرة جديدة ينضم إلينا مراسل الحدث عبد الحفيظ جعوان من رام الله. عبد الحفيظ، أهلا بك معنا من جديد. أي معلومات جديدة تكون رشحت عن هذه العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية؟ كنا تابعنا معك على مدار أكثر من 10 أشهر اقتحامات واعتقالات إسرائيلية في الضفة الغربية. ما الجديد في هذه العملية العسكرية التي تقوم بها إسرائيل؟ نعم، مواطنون خلال الساعة الأخيرة بدأوا يتداولون أخبار عن قرار بإخلاء مخيم نور شمس من قبل الجيش الإسرائيلي. لا يوجد هناك شيء رسمي، ولكن هناك تداول كبير لهذا الخبر على منصات التواصل، وهناك دعوات لعدم الانصياع للأوامر الإسرائيلية بإخلاء أي مخيم، سواء مخيم نور شمس أو مخيم جنين أو مخيم الفارعة، حيث تتركز العمليات العسكرية الإسرائيلية في هذه الأثناء في مدن طوباس وجنين وطول كرم. حتى الآن الأمور تميل إلى الاستقرار. الجيش الإسرائيلي أحكم سيطرته داخل هذه المدن الثلاثة، طوق المخيمات بشكل كبير. هناك آلاف الجنود الإسرائيليين الموجودين داخل هذه المدن. القناصة اعتلوا السطوح العالية، وأيضا هناك مسيرات كبيرة في سماء تلك المدن الثلاثة. والجيش الإسرائيلي أقام بعض الخيام ويجري عمليات اعتقال وتفتيش ومحاولة لاستدراج بعض المقاتلين. بين الفينة والأخرى تصدر أصوات طلقات نارية في محاولة لعملية إطلاق نار من قبل المقاتلين الفلسطينيين لاستهداف الآليات العسكرية الإسرائيلية أو الجنود الإسرائيليين. المستشفيات ما زالت محاصرة وما زالت على وضعها. هناك صعوبة شديدة لتنقل طواقم الإسعاف والدفاع المدني داخل هذه المخيمات أو داخل المدن، نظرا لتواجد الكبير للجيش الإسرائيلي. عدد الضحايا على ما يبدو أنه استقر عند 9 وليس 11، وهناك 10 جرحى فلسطينيين حتى هذه اللحظة. وكما قلنا، ما زالت العملية على ما يبدو أنها في بدايتها. هناك توسع في بعض القرى والأرياف، هناك اقتحامات كبيرة في هذه النقطة. عبد الحفيظ، هذه العملية في بدايتها كما تقول، هل هناك أي معلومات حول كم من الوقت ستستغرق هذه العملية؟ السلطة الفلسطينية على الأقل تحذر من أن المخطط في بدايته، وأن هذا مخططا واسعا عسكريا وسياسيا للضفة الغربية وليس مجرد عملية عسكرية جزئية، وأن هذا المخطط خطط له منذ فترة طويلة، وهو ينقل نموذج قطاع غزة إلى الضفة الغربية من خلال عمليات الاستهداف الجوي وعمليات الإخلاء لبعض المناطق. وبالتالي من غير المعروف مستقبل هذه العملية. إسرائيل قالت أنها عملية ستطول وأنها ستستهدف قواعد ما وصفتهم بالإرهابيين والتابعين لإيران وما إلى ذلك. وأيضا هناك توسع في هذه العملية حتى من داخل المدن إلى بعض القرى الفلسطينية التي تشهد أيضا اقتحامات موسعة من قبل القوات الإسرائيلية التي تجري عمليات تفتيش وملاحقة داخل هذه القرى الفلسطينية. وبالتالي حتى الآن الأمور تشبه ربما الاقتحامات السابقة. الفارق الوحيد هو أن الاقتحام يشمل العديد من المدن الفلسطينية، ولكن لا نعرف كيف ستطور الأمور وما هو المخطط الكامل لهذه العملية. أشرت عبد الحفيظ في المداخلة السابقة بأن القوات الإسرائيلية في هذا الاقتحام هذه المرة قامت باقتحام شبه استعراضي. هذه القوات التي نزلت هبطت من السماء في هذه العملية العسكرية، ماذا أيضا من تفاصيل حول شكل هذا الاقتحام وهذه العملية؟ نعم، هناك فرقتين إسرائيليتين تشاركان في مثل هذه العملية وفي هذه العملية تحديدا وفق صحيفتها آرتس. وهذا يعني أن من 7 إلى 10 آلاف جندي إسرائيلي يشاركون في هذه العملية، وهذا عدد كبير جدا مقارنة بعمليات الاقتحام السابقة. أي مدينة فلسطينية في الضفة الغربية كان هناك 10 أو حتى 100 جندي يمكن أن يقتحموها، نظرا لأن المقاومة فيها أقل بكثير ولا يمكن مقارنتها في قطاع غزة. ولكن الزج بهذا العدد الكبير من الجنود الإسرائيليين والطائرات والمسيرات وفق محللين فيه شكل نفسي وشكل استعراضي من قبل الجيش الإسرائيلي في إطار فرض السيطرة الإسرائيلية أو تأكيد السيطرة والسيادة الإسرائيلية على هذه المدن الفلسطينية وتحديدا شمال الضفة الغربية. شكرا جزيلا مراسل الحدث عبد الحفيظ جعوان، كنت معنا من رام الله.